شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية الكريمة تحتوي على مقطعين. المقطع الأول يتعلق بالذكر، والمقطع الثاني يتعلق بالفكر. أما بالنسبة إلى الذكر، الآيات الكريمة الواردة في ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرة. هنالك آيات تدعو إلى الذكر بنحو مطلق، وهنالك بعض الآيات تدعو إلى ذكر الله سبحانه ذكرا كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولكن الذي يلفت النظر في هذه الآية الكريمة التي تلوناها والتي كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يستيقظ لنافلة الليل كان ينظر إلى السماوات ويقرأ هذه الآية الكريمة، هذه الآية من الآيات المهمة في القرآن الكريم، وكل آيات القرآن مهمة. الذي يلفت النظر في هذه الآية المباركة أنها لم تحدد للذكر وقتا معينا. الذين يذكرون الله قياما، في حالة القيام، وقعودا
في حالة القعود، وعلى جنوبهم في حالة الاضطجاع. هذه الآية وإن ذكرت الحالات الثلاث، ولكن كما يقول العلماء هذه كناية عن دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا خلاف المفهوم الشائع عندنا، إحنا نضع للذكر وقت معين، متى نذكر الله؟ عند أذان الظهر. متى نذكر الله؟ في الحرم عندما نتشرف بزيارة العتبات المشرفة. هذه الآية تقول ماكو هنالك وقت معين لذكر الله سبحانه وتعالى. المؤمن ينبغي عليه أن يذكر الله تعالى دائما وفي كل حالاته، قياما وقعودا وعلى جنوبه. وفي دعاء كميل الذي يقرأ في ليالي الجمعة، وأوصي نفسي وأوصي إخواني بقراءة هذا الدعاء، هذا كنز من الكنوز، الآخرين ما عندهم مثل هذه الكنوز. لنعرف قيمة هذه الكنوز، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في دعاء كميل يقول حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. لماذا؟ هذه الآية التي تدعو إلى ذكر الله في كل الحالات، في مختلف الحالات، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل الحالات في كل وقت. ليش؟ أنا أذكر نقطة واحدة فقط تتعلق بدوام الذكر، وهذه النقطة: الإنسان إذا غفل عن ذكر الله لحظة واحدة فهو معرض للسقوط. ما أعلم أنتم شايفين في الطرق الجبلية الخطرة اللي تحيط بها وديان سحيقة، إذا هنالك سائق يسير في هذا الطريق الجبلي صعودا أو هبوطا، هذا يجب أن يكون في نهاية اليقظة ونهاية الانتباه. إذا هذا الرجل لحظة واحدة غفل أو لحظة واحدة نام، ما هي النتيجة؟ النتيجة هذه السيارة يمكن تنحرف عن المسير وتسقط في ذلك الوادي السحيق، وينتهي هذا الرجل وينتهي كل من معه. إحنا في الحياة وبالذات الشباب نعيش هذه الحالة، إذا واحد غفل عن ذكر الله لحظة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الدعاء المعروف كان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لحظة واحدة. النبي على ما ببالي في ليلة 15 شعبان فقدته إحدى زوجاته فبحثت عنه فوجدته ساجدا في مكان يبكي وهو يقرأ هذه الكلمات: اللهم لا تكلني إلى نفسي
طرفة عين أبدا، لحظة إذا غفل عن ذكر الله يمكن هذه اللحظة تكون نهايته. ولذلك إحنا لنمشي في الحياة مسترسلين. عندما تدخل في البيت، الرجل يدخل في بيته، إذا لحظة يغفل عن ذكر الله، الذكر مو يعني الذكر اللفظي، الذكر الحقيقي هو الذكر القلبي. ولذلك العلماء في هذه الآية يقولون اذكروا الله يعني بقلوبكم. الذكر اللفظي مظهر للذكر القلبي، الذكر العملي مظهر للذكر القلبي. هذه كلها أفرع، والقلب هو المنبع. القلب جدا مهم. الرجل عندما يدخل في بيت لحظة واحدة إذا غفل عن ذكر الله، يمكن هذه اللحظة تكون لحظة سقوط. هاي المشكلات العائلية الموجودة كيف تنشأ؟ المشكلات بين الرجل والمرأة، الرجل يظلم المرأة، المرأة تظلم الرجل، الرجل يظلم أولاده، المرأة تظلم أولادها، الأولاد يظلمون أبويهم، الشريك يظلم شريكه. كيف يتم ذلك؟ على أثر غفلة واحدة. الشيطان فد عدو قديم متربص بنا وما نشوفه، هاي مشكلة هذا العدو. إذا عدو واحد يشوفه يأخذ الحذر، أما أنتم تمشون في طريق عدوكم مو معلوم وينه، مو معلوم كيف يهاجمكم، متى يهاجمكم. الإنسان عندما يغفل عن ذكر الله لحظة واحدة، الشيطان يقتنصه في هذه اللحظة. أكو روايات أنه الرجل عندما يدخل في بيته الشيطان يحرضه على زوجته ويحرض الزوجة على زوجها كما أتذكر، واسم الشيطان مذكور في الروايات. هذا الشيطان يجي ينتهز هذه اللحظة ويسقط المؤمن. لذلك يجب أن نلتفت، إحنا في ساحة حرب. شايفين ساحة الحرب؟ ساحة الحرب في كل لحظة واحد معرض للموت. منطقة العلمين المليئة بالألغام، كل خطوة اتخلوها يمكن لغم ينفجر. هالشكل يجب أن نمشي في الحياة، نمشي بيقظة، نمشي بانتباه. أحد الإخوة قبل كم يوم نقل لي هذه القضية، هاي القضية عبرة لنا. رجل اشتغل مدة طويلة، مضمون القضية، اشتغل مدة طويلة وجمع ثروة كان مخليها يمكن في البنك حتى يشتري بيتا. الآن هذا شقد مشتغل؟ 20 عام، 30 عام، 40 عام، مو معلوم، مو معلوم. أخذ المال وجاء به إلى البيت حتى يذهب ويشتري بيتا، بيت مستأجر أو بيت مثلا أبوه كذا. عندهم طفل صغير، الآباء وضعوا لمصلحة أولادهم وكذلك الأمهات، ما إلهم حق يتعاملون معهم بمنطق التشفي والانتقام، حرام من الناحية الشرعية. الأبو راح إلى مكان عندهم موقد نار، شتى كان كما يبدو. الطفل الذي لا يفهم لا يعقل ما عنده إدراك، وإذا به يأخذ هذه النقود الورقية ويلقيها في النار تحترق كلها.
الآن أنتوا إحنا خلنا نصور نفسنا في هذا الموقف، دخلت في هذه الغرفة وإذا بالأموال حصيلة العمر كلها انتهى، ماذا نفعل؟ إذا واحد يتذكر الله، أكو الله، أكو آخرة، أكو قيامة. الجد رحمه الله كان يقول واحد كل عمل يعمل لازم يشوف عند الجواب لهذا العمل في الليلة الأولى من قبره، لو ما عند جواب عندنا جواب، لو ما عندنا جواب. وإذا بهذا الرجل يهجم على هذا الولد الصغير ويأخذه ويرفعه ويرميه على الأرض، مات الطفل، فقد الرجل بيته وولده. الإنسان في لحظة واحدة يتحول إلى قاتل إذا غفل عن ذكر الله. وقضية أخرى، أنا كنت أمشي في هذا الزقاق، جاءني شاب مؤمن متدين، هذه كلها عبر لنا، قال لي أنا قتلت ولدي فما هي وظيفتي الشرعية؟ قلت أنت قتلت ولدك؟ قال إيه. الإنسان بلحظة يتحول إلى قاتل. قلت له وكيف؟ قال زوجتي وضعت الطفل الرضيع عندي، الطفل أخذ يبكي 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 حتى فقدت أعصابي، طفل أيام أو أشهر عمره، فرميته على الأرض ووجدته ميتا. والآن أنا شنو وظيفتي من الناحية الشرعية؟ الحياة تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى يقظة وتحتاج إلى انتباه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الفكر إن شاء الله ندعه لمجال آخر. وفي هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الفكر وهذا الالتفات يقي الإنسان من عذاب جهنم. ينبغي علينا ونحن في هذا الشهر المبارك وفي هذه البقعة المباركة أن ننمي هذه الحالة في أنفسنا. السيد حسن القمي المرجع المشهور الموجود الآن في مشهد رأى في عالم الرؤيا مناما أفزعه. أنقل جانب من القضية، رأى أنه في حرم الإمام الرضا، حتى عندما تدخلون الحرم، حتى عندما أنتم في الطريق إلى الحرم يجب أن نكون في حالة التفات. رأى أن رجل من المتدينين دخل في الحرم والإمام الرضا صلوات الله عليه جالس فوق الضريح أو في داخل الضريح، فجاء هذا الرجل المتدين المؤمن وصوب سهما إلى الإمام الرضا ورماه، ثم انتقل إلى الجانب الثاني ورمى الإمام الرضا بسهم ثاني، ثم ذهب إلى الجانب الثالث ورمى الإمام بسهم ثالث وسهم رابع من الجوانب الأربع. فقام السيد القمي فزع مرعوب، ما هذه الرؤيا؟ رأت
ذاك الرجل المتدين، قال في الواقع أنا شايف حولك رؤيا وما أعلم شنو معنى هذه الرؤيا، وأنا أخاف على آخرتك، أنت راجع حساباتك، ليكون في حياتك إشكال خلل. قال ذلك الرجل وما هي الرؤيا؟ قال ما أتمكن أنقل لك هذه الرؤيا من فظاعتها وهولها. ذاك الرجل أصر على السيد القمي فنقل له الرؤيا، فأخذ الرجل يبكي. قال في ذلك اليوم دخلت حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، هاي القضية يمكن مال قبل 40 عام، ورأيت فتاة، هاي لحظة الغفلة، فوضعت يدها على يدي، هذا في الجانب الأول من الضريح، وفي الجانب الثاني، وفي الجانب الثالث، وفي الجانب الرابع 4 مرات. قال هذه كانت السهام التي وجهتها إلى جسد الإمام الرضا صلوات الله عليه. قال هل لي من توبة؟ قال نعم، إن تبت توبة حقيقية تاب الله عليك. نحن ينبغي علينا في كل موقف وفي كل موقع أن نذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر، وأن الإمام الحجة وهو إمام زماننا وولي أمرنا حاضر وناظر. فلا يكن الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين